معالي رئيس مجلس النواب الأردني، يعني حضرتك موقف الأردن بعد الزيارة اللي قام بها الملك عبد الله بالأمس للقاهرة، وكان هناك موقف موحد ما بين مصر والأردن بالنسبة لعملية الترانسفير أو التهجير والتي بدأت تصدر للعالم بشكل كبير الآن، وهو يعني ده بيدل على تكامل مصر والأردن في العديد من القضايا وطرح يعني كنا بنشوف الفترة اللي فاتت الرئيس السيسي والملك عبد الله في جلسات مستمرة، تشاور مستمر، زيارات متبادلة، ولكن الآن اتضحت الرؤية أمام العالم العربي ما يقوم به الزعيمان العربيان من مخاطر تواجه الدولتين العربيتين. بداية أخت رشا، مساء الخير على كل مستمعين القاهرة الحبيبة والغالية، على كل الشعب الأردني. العلاقة الأردنية المصرية علاقة تاريخية وأزلية، علاقة متجذرة. جلالة الملك وفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي في تنسيق مستمر، وقمة الأمس بين جلالة الملك والرئيس عبد الفتاح السيسي كانت هاي تاج اللقاءات المستمرة. موقفنا وموقف مصر مقدر جدا عند الشعبين، ايضا مقدر عند الشعب الفلسطيني. يعني اليوم مش مصلحه اهل غزه يصير في لهم ترحيل ويغادروا، وهي عباره عن ترحيل من بلادهم. ايضا الضفه الغربيه، واحنا نفس موقفنا في الاردن الرافض بكل انواع الرفض لترحيل اهلنا وشقائنا من فلسطين الى الاردن. ايضا هذا الموضوع لا يعني اننا نتخلى عن القضيه الفلسطينيه لا سمح الله. موقف مصر والاردن مشرف. انا كنت في الاتصال برئيس مجلس النواب المصري معالي المستشار حنفي الجبالي، وكان نفس الراي ايضا. برلمان الاردني والبرلمان المصري نحن نفس الراي، ويقدر عاليا ان هناك وصلنا الى حل دخول مساعدات من خلال مصر الى غزه. نحن في الاردن ايضا بقي عندنا نفس الوضع فيما يتعلق في موضوع الترحيل. موضوع آخر، العدوان الغاشم على غزة اللي أصبح أكثر من 30% تقريبا من قنبلة نووية اللي نزلت على غزة خلال العشر أيام الماضية، ولكن نأمل أن يكون هناك تحرك أكثر من باقي الدول العربية ويكون موقف موحد، وهو الحفاظ على فلسطين وغزة وشعبهم وعدم الترحيل لأي بلد مجاورة. نعم، طيب يعني استاذن حضرتك، يعني في القمة التي ستعقد غدا إن شاء الله في القاهرة، هذه القمة نعم. بالتأكيد يعني سوف تصدر عنها العديد من القرارات. خليني أقول لك إنها يعني أنا مش شايفاها قمة عربية طارئة، أنا شايفاها قمة عالمية طارئة، يعني وممكن صحيح طبعا. وممكن هذه القمة تكون قراراتها أوقع من اجتماع مجلس الأمن واجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة، يعني احنا ما شفناش طلع من الاثنين اي حاجة تذكر يعني الصراحة. يعني اخت رشا خلتوني واضحين، لقاء جلالة الملك وعبد الفتاح السيسي لوحدهم هو لقاء قمة كبير لوحدهم. نعم. ما بالك اذا كان عدة دول موجودة ومشاركة في هذا الموضوع. وانا بالنسبة لي اثمن عاليا للشعب المصري وشعبا وحكومة وبرلمانا ورئاسة الموقف الواضح تجاه غزة. أيضا الموقف الأردني المصري واضح مشترك، القرارات واحدة. هذا ليس رأيي كرئيس مجلس نواب، وإنما رأي الشعب الأردني بأكمله. نأمل غدا أن يكون في نتائج إيجابية، كون القمة القادمة أنا برأيي راح تكون مفصلية للعالم وليس للعرب فقط. عدم حل الدولتين واستقرار فلسطين دولة وعاصمتها القدس الشريف ستبقى العالم موجودة في حالة حرب عالمية ثالثة في أي وقت ممكن تحدث هذه الحرب، في أي وقت في أي لحظة. الوضع صعب جدا، هناك عدة بلدان تغلي، هناك عدم استقرار، هناك وحشية في العدوان، حرب ما شفناها لا ولا سمعنا عنها. طريقة القصف للأطفال، للنساء، للشيوخ، للمستشفيات، للمساجد، للكنائس، للجامعات، للمدارس، هذا وحشية مطلقة. هذا إرهاب، ويجب أن يحول قادة هذه الحرب إلى محكمة دولية للجنائية إن شاء الله. طيب إحنا الشعب المصري النهاردة تقريبا
احنا ممكن اقول بس عاجل بعد اذن حضرتك ان الرئيس السيسي الان في مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء البريطاني ريتشي سوناك. الان الرئيس السيسي مع رئيس الوزراء البريطاني ريتشي سوناك. هنقدر ننقل المؤتمر يا جماعة؟ طيب ننتقل الى متابعة هذا المؤتمر الهام.